احنا الان في رحله العوده من مدينه اصيله على متن حافله ألزا. المحطه اللي انطلقنا منها يعني الحافله هي في حقها ما كتدخلش لمدينه اصيله، كتبقى في طريق الرباط. اذا تقريبا كتوصل حتى في حال اللي باغا تخرج من اصيله تما كاين لو تيرمينوس وكاين محطات في الطريق. وكما قلت في فيديو سابق على ان هذه الشركه وهذه تحسب لها انها كيفات التوقيت ديالها مع التوقيت ديال خروج التلاميذ والتلميذات من المدارس. وفي في هذه الحافله هذه اللي احنا فيها طلعوا واحد المجموعه ديال التلاميذ واللي كيسكنوا في الطريق، يعني كيلومترات وكيلومترات كان يستحيل انهم يتبعوا الدراسه ديالهم بحكم بعد المسافه عن المدرسه. ولهذا حافله جابت واحد الحل مهم جدا، بالرغم من ان كانت محاولات لعرقله هذا الخط باش ما يجيش من اصحاب طرف اصحاب التاكسيات. احنا الان في تقريبا في المدار ديال الخرجه ديال اصيله قرب كنظن اوتيل الخيمه، على اليسار انتم كتشوفوا لابلاج يعني الشاطئ ديال اصيله. في الصيف دابا انتم ربما كتشوفوا لان هذا الفيديو هو مصور في شهر اكتوبر، في الصيف هنايا ما احتاجش نوصف لكم هذا المكان هذا، واللي كان في الصيف هنا راه كيتذكر كيفاش كان. حتى هذه الحافله اللي احنا فيها راه كانت حتى كتدخل الشرطه لتنظيم الركوب، يعني كانت فوضى. رغم ان الحافلات هنا على اليمين انتم كتشوفوا القطار في المحطه ديال اصيله ديال السكك الحديديه لاينسير، احد يعني البرجات ديال الشرطه. وعلى اليسار المخيم ديال لاين سيف دائما. كاين مخيمات عديده، ربما كتشوفوا الصور على انه ما غنصورش لو تراجي كامل وانما لقطات من الطريق. هذه اللي كتشوفوا على اليسار من المشاريع الفاشله، واحد الاصدقاء ديالي شرع هنايا واضطر انه كمل الدار ديالو نجيبو. ما عرفتش طبيعه المشكل، ولكن الفكره كانت في البدايه مزيانه، ولكن لحد الان جو سي با فين وصل هذا المشروع. ولكن صديق ديالي كمل من جيبو. هنا احنا في الطريق اتجاه بريش، المنطقة المعروفة ببريش. كاين أماكن ديال بيع الخفال الفخار، وكاين واحد الفندق أنا مشهور بالمسبح ديالو، أنه كيستقبل لا كليونتيل استقبال جيد إلى آخره. دائما في الطريق هذه بعض المناظر. وهنا كاين واحد الملاحظة وهي أنه الأمطار هذه السنة دي تأخرت، والطبيعة يعني تشتكي تعين من نقصان الماء مقليل بزاف. وكان نخرج في روندوني مع مجموعة ديال الأصدقاء، وكاين مجموعة ديال الآبار جافة، العيون ما بقى فيها ماء. نتمنى مع الله أن الأيام المقبلة تصب شوية الشتاء. وفي الوقت اللي كنتكلم معكم شفت قبل قليل الأخبار الفرنسية الإسبانية أن في منطقة خاين أنهم عندهم فيضانات، سبحان الله.
شي عنده الفيضان شي حتى قطره ماء. هنا دائما على اليسار هناك الشاطئ، يعني الشاطئ الاطلسي، وهنا على مقربه من المنطقه المعروفه ب هما كتلاحظوا تلامد كينزلوا وكيمشيو للديور ديالهم مباشره في بعض الدواوير اللي على طول الطريق. هذا المطعم المشهور في تاع الدرت في فصل الصيف كيكون عامر بزاف، ودابا نتوما كتشوفوا لان كما قلت يعني لا كليونتيل قليله. هذا الماء اللي كتشوفوه هو داك المجرى المائي ديال تاع الدرت، وهنا طبعا كيكون غاص بالمصطافين. وحنا على مقربه من القنطره المشهوره، قنطره تاع الدرت، واللي كانت وقعت فيها واحد الحادثه يعني مده طويله هذه باش وقعات. احد الزملاء كان كيشتغل معنا وكان في ديك الحافله وكانت تقلبات وطاحت في وسط الواد، وكان خرج هو من يعني طرطقات ديك الزجاجه الخلفيه، يعني ملي دخل الماء لان الحافله طاحت في الماء، كانوا غرقوا بزاف ديال الناس، وهو والزوجه ديالو كانوا من ناجين من هاد القنطره هادي. ما عرفتش كيفاش وقعت لهم الحادثه، ولكن كانوا ضحايا في هاد البيس هذا. ما عرفتش، يمكن كنظن كان جاي من يمكن من الرباط، يعني الفتره طويله هذه باش وقعت الحادثه. المحطه اللي امامكم محطه كهرو حراريه، هي المحطه ديال تاع الدرت، يعني قريبة من الشاطئ. وعلاش تعملت حدا الواد؟ لأنها كتستعمل جوسيبا، اللي كنعتقد أن كتستعمل الماء في شي تبريد معين، أو يعني تعملت بالذات للاستفادة من المياه ديال النهر، واللي في الغالب كتكون المياه البحريه تما مع حركه المد. هنا على اليمين كاين واحد المطعم، هذا المطعم مقفول هاد السنه، ما قبل كان خدام. وعلى اليسار في كاين هاد لي بنو مصبوغين، هذه كلها دي بلاج، ولكن دي بلاج يعني شواطئ سوفاج، يعني ما كاينش المراقبه. ولهذا السباحة انت ومسؤوليتك. هنا المشاريع السكنية اللي العديد منها مرة كتنطلق الأشغال، مرة كتوقف. في هذا الصيف كانت الأشغال، ولكن ما نعرف واش بشكل مستمر ولا بشكل موسمي. ديال المجمعات السكنية كبيرة، يعني تقريبا جزء هذا يعني مدينة مستقبلية لنا. يعني الشوارع انتم كتشوفوا الأزقة، يعني مواصفات لا بأس بها من حيث الشكل، ما المضمون الله اعلم. وعلى اليسار كاينين دي فيلا ديال شي مشروع، يمكن شي شراكه خليجيه. وفي الافق كيبان لكم اللون الاخضر، دوك الشجر اللي كاينين تما، هذيك هي الغابه المعروفه بالغابه الدبلوماسيه أو الغابة الأمريكان، هذه اللي كتشوفوا. إنما كاين مشكل كبير، هذه الغابة راها تقريبا غتصبح في خبر كان، لأن ظهرت بعض التجمعات السكنية بداخلها،
تم إنجاز واحد المشروع واللي هضرت عليه في إحدى الفيديوهات, وهو هذا اللي كتشوفوا على اليسار, هو مشروع ديال الجولف. خدا واحد المساحة كبيرة وهو جا بجوار يعني الكلوب ديال التير نادي الرماية بطنجة, واللي هو هذا غادي هو هذا اللي كيدار لكم على اليسار, فيه كاين القرمود الأحمر. فيه مقهى, فيه مطعم, فيه أماكن فين يلعبوا الدراري اللي عندهم وليدات, يعني مكان بصراحة جميل. فيه مسبح ولكن هذا المسبح خاص بالنساء. دائما على اليسار الغابة المعروفة بالغابة الأمريكان أو الغابة الدبلوماسية, واللي عندها واحد تاريخ مرتبط خاصة بيوم فاتح ماي. كانت الأسر, العديد من الأسر ماشي كتشارك, لأن طنجة كانت دولية, وبالتالي هذه المسألة ديال الاحتفال بعيد العمال وهذا كان واحد العرف هنا. يعني كانوا الناس اللي ربما ميسوري, ربما ما عندهمش انتماء نقابي, ربما ما لا يؤمنون بهذا العمل, كانوا كيجيو لهنا في ذاك النهار اللي كيكون فاتح ليه. فين كان هاد لي غرو؟ دائما في اليسار. هذا هو المستشفى الجامعي سي اش يو ديال طنجي, واللي الاشغال مؤخرا تسرعت فيه, يعني واحد الوتيره سريعه تعطلوا بزاف. لست متخصصا باش نقول لكم شنو هي الاسباب ولا, ولكن المشروع تاخر. وهذا المدار الى مشينا على اليمين كاين لوتوروت, هذه فين غادي هاد السياره, وهي هذه اللي كتشوفوا ديال المدخل ديال طريق السير. واذا مشينا على اليمين هاد الطريق هادي كتدي لحد الغربيه, وهذه اللي غادي فيها حنا هي اللي كتدي لطنجة. وهذه البناية هي المقر ديال تيمسا, يعني الشركة المسؤولة على تدبير شؤون الميناء المتوسطي. وكما قلت سابقا هذه الحافلة ديال ألزا اللي كتقطع هذه المسافة في الغالب في البوادي ما عندهاش محطات ديال الوقوف, يعني كتبقى راه هنا إشارات الزبون فين ما قال لا توقف توقف, ولكن يعني السائق ماشي غير قال له وقف هنا غادي يوقف هنا, لا حتى كيشوف واحد المكان اللي يعني كيخوي شويه الطريق باش ما يتسببش شي حوادث لا قدر الله. يعني احنا دخلنا لطنجة, احنا في المنطقة ديال الزنايا هنا على اليمين كاين سوق, وفي الامام تقريبا هنايا المنطقة كلها معروفة بالزنايا, وباقي واحد شويش غادي نلقاو كاين على اليمين بعض الشركات والمقاولات الى اخره, فهذه لا زون اندستريه, وعلى اليسار عاد كاين المنطقه الصناعيه الحره ديال الجزنايه. يعني في هذا المدار هذا كندورو على الشمال تما اوتيل ايبيس, يعني محطة ديال البنزين, وكتزيد تو دروا وغتلقى المدخل ديال المدخل هي كدار لكم هنا المحطة. وقرب هناك أيضا من واحد المركز ديال الشرطة ديال المراقبة الطرقية, وبجواره
هذيك البنايه الحمراء اللي كتظهر لكم سي لو كيتي اجيا. واذا مشينا في المدار مشينا في اتجاه اليسار عندنا جوج طرقات تما، وحده كتمشي للمطار، مطار ابن بطوطه الدولي اللي هو قريب بزاف، او الطريق الثانيه كنمشيو في اتجاه في كاين ديور ديال الشعبي وديال الجامعي في اتجاه اسواق السلام الى اخره. كاين هذاك المدخل، المدخل ديال طنجه، والمدخل الثاني هو هذا اللي حنا غادي نمشيو فيه، وهي الطريق ديال هذا الخط. احنا حاليا كيبان لكم في على اليمين كاين واحد المجموعه ديال الاعمده الكهربائيه، هذه الطريق اللي بغى يمشي مباشره لتطوان ما يدخلش لطنجة، هذه كتخرج في هذه، هذه اللي كدار لكم اذا تبعتيها غتمشي ديريكتومون حتى غادي تخرج حدا مرجان ديال طريق تطوان. اوكي حنا غادي نمشيو نمشيو تو دروا المحطة المقبلة غتكون هي المحطة ديال المجمع الحسني، يعني مجمع سكني ضخم سمي بهذا الاسم. اوكي هو هذا إذا فين غاديين هاد الناس؟ إذا على اليسار هذا هو المجمع الحسن، هو هذا تقريبا مدينة أخرى ظهرت هنا، ولذا طنجة توسعات عمرانيا بواحد الشكل كبير جدا. هادشي دابا اللي كنشوفوه من الطريق، أما إذا دخلتي مع هاد الأحياء مشيتي ف يعني مدينة كبرات بزاف. ومن القطار او اللي ركبتي من القطار كيبان لك ان طنجة مترامية الاطراف. هادشي اللي في الحقيقة كنشوفوه هذا هو انشئنا طنجة المرئية، طنجة الغير المرئية، او اللي بغى يشوفها خصو يقطع مسافة طويلة، فطنجة كبرات بواحد الشكل كبير. وطبعا شحال ما كبرات المدينة كتزاد معاها المشاكل ديال التدبير ديالها. ولذا بصراحة اللي ولا مسؤول على تدبير شؤون المدينة راه إما يكون كافاب ولا حتى الفتحة تمشي بحال، يعني هذا ماشي اللعب، هذا راه المستقبل ديال راه الملايين ديال السكان. وملي كنقول التدبير على مستوى الطرق، على مستوى الأمن، على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، النظافة، تدبير تصريف ديال المياه، لا جيستيون ديال هذا ديال المجالات الخضراء، والو ما جرى. هذا النفق ديال جهة مرجان، هو نفق جديد ماشي بزاف باش تفتح، كنظن في العيد الكبير اللي داز، وحل واحد المشكل كبير في هنا في هذا الملتقى ديال الطرق. يعني انتم كتلاحظوا ان جايين ما كاينش عراقيل هنا، كتلاحظوا دوك لي تريبورتور كيفاش كيلعبوا في الطريق، ما عنده بلاك، ربما دام ما عنده بلاك معناه ما مخلص ضرائب، وكيتسبوا في حوادث واش غتبع تبع قصديرة فين؟ راه ضروري هذه المسألة ديال الترقيم، راه حماية للمواطن وحماية حتى لهم هما، لأن كاين ناس فيهم اللي هما ناس معقولين، ولكن واحد الفئة موسطة كتوسخ كل شيء. احنا علينا نوصلوا تقريبا للمحطة ديال الوصول، هذا النفق الثاني فين كاين مركز الحليب. بصراحة هادشي يشرف اللي كتشوف طرق وعنفاق وبالضو ديالها بالإشارات، تسطيل الطرق
يعني بالصباغة بعلامة شوير هذا شيء مشرف، ولكن المواطن أنت ما تشوف القطع في الصباغ في الظلام. وهنا واحد الملاحظة على ممرات الراجلين، العدد ديالها قليل بزاف، وراه ضروري خصها مراجعة. إذا أنت صاحب الدراجة النارية لا كاسك لا والو، كيدوبل فين ما بغا، كاينش احترام قانون السير. إذا النقطة اللي كنا طلقنا منها وهي كاستيا، إحنا في كاستيا، إذا بصحتكم هذه الجولة، وإلى جولة مقبلة بحول الله مع خط آخر ورحلة أخرى. مشيت في النهار ورجعت في الليل. وتحية لعمال هذه الشركة هي ألزا، وخاصة الشيفور اللي مشيت معاه، يستاهل في الحقيقة كل تقدير.